تحياتي، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من راست خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت في اليوتيوب الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. انسوفاتي خرج بكلمات عاديه بالوضع الطبيعي، لكن وضعه حاليا بخليها كلمات مؤثره. اللاعب قال بعد فوزه بجائزه نيكست جينيريشن، اتمنى اللعب في يورو 2021. كلام عادي لكنه يصبح مؤثر لما نعرف انه على الاغلب مش حيلعب في اليورو، وربما لن يلعب في الصيف كله، لانه اصابته تبدو انها دخلت في مرحلة معقدة من الانتكاسات. وللعلم ربما في لحظة نشر هذا الفيديو تبع رصد خبري يكون وصل خبر جديد، لانه كل ساعتين او ثلاث عم بيطلع لنا تحديث عن حالة هذا اللاعب، بس بحاول اعطيكم الصورة الكاملة قد ما اقدر. الخبر بدأ مع راديو كاتالونيا اللي قال تعرض أنسو فاتي لانتكاسة جديدة، لم يتعافى بعد من إصابته في الركبة ويمكن أن ينتهي موسمه. تفاصيل المشكلة أن الغضروف المفصلي لفاتي لم يلتئم بالسرعة المطلوبة، وهذا معناه أنه الحل الطبي الوحيد منطقيا عملية جراحية جديدة ستعني غيابه على الأقل لشهرين لثلاث قبل بدء تحضيره للعودة إلى كرة القدم. الشكوك بأنه إصابة فاتي أصبحت أسوأ بدأت للعلم مطلع شهر مارس، لأنه كان متوقع يرجع في الأسبوع الأول من شهر مارس، لكن لما الناس ما شافته عم بيتدرب وما في كلام عن عودته بدأوا بالبحث عن السبب، فجاءت المفاجأة اللي نشرها راديو كاتالونيا. نادي برشلونة في ظل هالتوترات اتدخل بسرعة، وهذا شيء يحسب لإدارته الجديدة. طمأن اللاعب بأنه حيخليه يشوف أفضل الأطباء في العالم، وانه هذا النادي مش حيتركه وحيدا. وبعد هذا الوعد من برشلونة يقال انه فاتي تواصل مع احد الاطباء الفرنسيين المميزين وخضع لفحوصات على ايده، وهذا الطبيب كان على تواصل مع الفريق الطبي لنادي برشلونة وينسق معهم، وكانوا متوصلين في النهاية لاتفاق ينص على الاتي: يخضع اللاعب لنوع معين من التدريبات اللي ربما تكون قاسية شوي لمدة 15 يوم. هذه التدريبات إذا أبين الغضروف تاع فاتي إنه قادر يصمد وبدون ما يصير في التهابات وتعقيدات، معناها ما في داعي للعملية، ومعناها خضوع لعلاج طبيعي لفترة معينة لتجهيز اللاعب ليعود. لكن لو ظهر إجهاد في هذا الغضروف أو تعرض لالتهابات فالعملية تصبح مؤكدة. صحيفة آس أيضا اتدخلت بتقرير هي الأخرى قائلة سيصاحب هذا النوع من التدريبات علاج طبيعي يشتمل بعض أنواع الحقن لتقليل الألم والالتهابات. وأكدت الصحيفة أن الخوف من العملية الثالثة لفاتي إنها لو جرت في كلام طبي يقول إنها قد تؤدي لهشاشة عظام لدى اللاعب على المدى الطويل، عشان هيك فاتي متردد بهذه العملية الجراحية. على كل حال الشاب الذهبي في برشلونة مش وحيد أبدا، لابورتو بنفسه تواصل معه وأكد دعمه، كما أنه زميله الشاب مينغيزا خرج أيضا بتصريح علني وقال له خذ وقتك بالتعافي، فأنت صغير في العمر ولسه قدامك مسيرة طويلة. بس هذه قصة صغير بالعمر هي اللي عاملة توتر شوي، لأنه في إسبانيا تحديدا في كلام عن مواهب كثيرة ضاعت بسبب إصابة. خسر رودريغيز وإصابته الشهيرة عندما كان في ريال مدريد بالرباط صليبي لم يعد منه أبدا كلاعب كرة قدم. سيرجيو كانالس اللي لما وجد نفسه بفالنسيا تعرض لقطعين في رباط صليبي أبعدوه تماما عن الواجهة. وأيضا أكيد أنا كمشجع كرة قدم بتمنى أنه يكون فاتي استثناء، بتمنى ما نسمع هذه القصة بتصير مع لاعب أظهر قوة شخصية قدرات حسم بخليك تقول أنه لو صار معه شيء مش برشلونة بس اللي حيخسر، بل كرة القدم حتخسر لاعب كان حيصنع فارق في كثير لحظات تاريخية في اللعبة. نوصل هنا لنهاية حلقة رصد خبري. كالعادة بذكركم تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة سيلفي سبورت على يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.